موجز أخبار الشركات عمزاج أحلى إذاعة. أعلنت شركة طهبوب للسيارات إطلاق علامة بيستيون الصينية التابعة لمجموعة FAW في السوق الأردني، وبذلك تنضم علامة بيستيون لعائلة طهبوب للسيارات. وقد أعلنت الشركة كذلك عن افتتاح معرض بيستيون في شارع مكة ومركز خدمات ما بعد البيع في منطقة البيادر الصناعية. وتتميز بيستيون بأنها علامة تمزج طرازاتها بين الأناقة العصرية والفخامة والتكنولوجيا بسعر منطقي في متناول المستهلك ومتوفرة في عدة طرازات. أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن عن إطلاق حملة ترويجية للتسهيلات المالية لشراء سيارتي هيونداي كونا 2022 الكهربائية بالكامل أو كونا هايبريد الهجينة بقسط 188 دينار شهرياً فقط. ويشمل العرض الجديد المقدم بالتعاون مع البنك العربي إمكانية الشراء بالتقسيط وبدون الدفعة الأولى والحصول على التأمين الشامل ضمن العرض، مع إمكانية استبدال سيارة المشتري المستعملة مهما كان نوعها أو عمرها. أعلنت شركة الفيصلية للأنظمة الطبية الأردنية مزود حلول الرعاية الصحية الرائد في المملكة عن اعتماد الاسم الجديد إكسبيريا وتحت السجل التجاري لشركة السنديان للأنظمة الطبية الفيصلية سابقا. وبحسب القائمين على شركة إكسبيريا، فإن هذا التغيير يأتي في إطار التطوير التنفيذي لنشاطات الشركة والشركات التابعة لها، والتي ستنعكس إيجابا على توسع الشركة بالأسواق المجاورة بهوية محلية تطبق مكتسبات الخبرة العالمية التي حازتها مسبقاً. وقع صندوق الائتمان العسكري وشركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية الموزع الرسمي لأجهزة LG إلكترونيكس في المملكة اتفاقية تعاون تتضمن برنامج تقسيط ميسر على أجهزة LG، والتي سيستفيد منها العاملون والمتقاعدون من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ضمن برنامج رفاق السلاح، حيث يتميز البرنامج بمرونة في السداد لمدة تصل إلى 24 شهر بالسعر النقدي وبدون أي زيادة على السعر أو نسبة مرابحة. موجز أخبار الشركات عمزاج أحلى إذاعة. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM. أحلى إذاعة يا مزاج.